إنهم لقب الطوار والذي لا غنى عنه لأي شرطي ناجح في القرن 22. تمسك جيدا. وشاهد العارة البارعة والتي يفضلها شيرلوك هولمز أعظم مخبري العالم. كنت أتمرن. والطراد المسلح الذي ينطلق بسرعة الصاروخ. أثرت بك أيها الحقير. كذلك نفس الطوار والذي يسير لمسافات طويلة. اتبع هذا الدفتر. اركب معنا وشاهد بنفسك. شيرلوك هولمز جلس كذلك.